سلام الرب معاك حبيبي، أنا فرحان جدا النهاردة بسجل معاك، وده مش يعني ضيافة ولا مجرد تكميل صداقة. طبعا احنا جسد واحد في المسيح، لكن الحقيقة زي ما حضرتك عارف ناس كتير في العالم مسيحيين سمعت ان في طريق قرب باب ضيق، واغلبية المسيحيين بتروح الكنيسة وسمعت الانجيل، لكن زي ما انت عارف وزي ما المسيح قال لناس كتيرة جدا ينظر ان حد عايش الانجيل، وكأن الانجيل زي ما القديس بولس قال مكتوم. المسيح قال ما اضيق الباب واقرب الطريق، في ناس مش فاهمة اصلا المسيح بيتكلم عن ايه. السيد المسيح قال من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته يحمل صليبه ويتبعني. في ناس عاشت وماتت مش فاهمة المسيح بيتكلم عن إيه أصلا، ما سألتش ما اهتمتش ولا حتى اهتمت تعرف. يوم واحد كانت صادقة زي ما جدي قال لي يا ريتني كنت صادق يوم واحد. آيات كتيرة جدا القديس بولس قالها، وآيات كتيرة جدا السيد المسيح قالها، لكن مكتومة كأن زي ما ناس كتير قالوا لي أول مرة نسمعها، وزي ما كلمت لسه يوم العيد مجموعة قالوا لي كونوا كاملين كنا بنسمعها كده وبنسمعها بوداننا، لكن ما عدتش على عقلنا وما سألناش وما كانش عندنا دافع طول حياتنا نسأل. قلت لهم ليه؟ قالوا لي ما نعرفش. فافتكرت المسيح كلمة لما قال لي العالم كله مخدر. فأنا نفسي أعرف حضرتك المسيح كان، أنا أعرف إن حضرتك في نقلة في حياتك حصلت كبيرة جدا، كان المسيح حاجة وبقي حاجة. أنت سمعت عنه إن هو الإله العريس الأخ الصديق الأب، فكان بالنسبة لحضرتك إيه؟ والوقت أنت مش شرط إنك وصلت، بس اللي فهمته إيه؟ ده اللي نفسي العالم كله بس يعرفه، أنت حضرتك كان إيه بالنسبة لك وبقي إيه؟ طبعا انا كنت زي اي انسان، زي اي حد مسيحي، بتناول وبعترف وبصلي وبعمل خير، و يعني الوصايا مش على الوصايا، بس طبعا الباب ضيق. انا ما كنتش فاهم يعني ايه الباب ضيق طريق قرب، وكونوا كاملين وكونوا قدسين. يعني هو اعمل اكتر من كده ايه؟ انا بعترف وبتناول وبعمل خير، وده مش فاهم مش عارف، لغايه لما شفت الفيديوهات بتاعت حضرتك الكلام ده من حوالي 5 سنين، وبدات افهم اللي انا كنت فيه ده مش ما لا لا شيء، ما فيش ولا حاجه، ولا كأن عملت حاجه. ولو اني كنت مفكر اللي انا كده ماكسيمم، يعني ما فيش بعد كده، يعني اللي انا فيه ما كنتش، يعني ما فيش بعد كده. لغايه لما شفت فضلات بتاع حضرتك وبدات افهم، بدات افكر، بدات اقتنع، بدات هو فعلا ده الصح وده الحق، الكلام ده كلام حق، كلام مظبوط، كلام صح. وبدأت من هنا يعني أحاول أتغير، بدأت أحاول أخش من الباب الضيق، أحاول بس أخش من الباب الضيق. من هنا بدأ التغيير، من هنا وبدأ الطرق، بدأت أسيب حاجات. قبل كده كنت ما فيش، مجرد الاعتراف والتناول والقداس بتاع يوم الحد قصدي حضرتك ما كانش في اي تغيير، ولا حاسس بتغيير، ولا حاسس ان المفروض يبقى في تغيير، مش حاسس. لا 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 بالعكس، ده انا كنت حاسس ان انا يعني ما فيش زيي، وما فيش يعني، واني كده يعني ما فيش بعد كده، ما فيش يعني كده تمام، يعني كده ما فيش حاجه تانية تتعمل اصلا بعد الاعتراف والقداس بتاع يوم الحد
وشوية خير بيتعاملوا كده مع الناس الغلابة وكده خلاص، ما فيش بعد كده. ايه بعد كده؟ مفيش حاجة تانية بعد كده. طب انت ما بتأذيش حد خالص في العالم كله، واعتقد انت حضرتك طبيعتك يعني كصداقة معاك، انا السنة اللي فاتت كلها طبيعتك عاطفي جدا ومشاعر واحاسيس، ما اعتقدش انك انت حتى تقدر تأذي فار ولا قطة. طب ما هو خلاص ما فيش سلبيات. لا، مفيش ثبات نهائي يعني نشكر ربنا، ما فيش نهائي يعني، ما فيش، بالعكس ده في حاجات حلوة كتير بتتعمل. أنا كنت معتقد كده زمان. أعتقد كده، بس طلع اللي ده ولا حاجة، اللي فيه ده بعيد خالص عن إرادة الله وفكر الله وهدف الله، طب بعيد إيه بعيد اللي نهائي يعني. باختصار ده حاجة دي ممكن سلمة، ممكن اللي أنا كنت فيه ده مجرد سلمة أو مجرد بداية أو مجرد ارتباط بربنا، بس مش أكتر من كده، طب أو إيه اللي نقول اتفتح مجرد ذهنك؟ اختيار. ايه اللي اتفتح ذهنك عليه؟ ايه الحاجة اللي لفتت نظرك جدا فجأة واحدة، حسستك انك انت مش يعني، انت مرة قلت لي احنا مش حاسين ان كنا مسيحيين، ايه اللي حسسك انك ما كنتش مسيحي؟ ليه؟ ما انت كنت بتروح الكنيسة، مقياس المسيحية كان ايه بالنسبة لحضرتك وبقي الوقت؟ المقاس المسيحية اللي هو قداس كل أسبوع وخير بيتعمل وبس، ما فيش أكتر من كده. ده كان آه بس لغاية لما شفت حضرتك في يعني الكلام ده من خمس ست سنين، وبدأت من هنا يعني. كان الكلام ده مثلا أنا وكنت عايش على النت عادي، والمهم جال الفيديو بتاع حضرتك كده، فقلت يعني بحب الحاجات دي، بحب المعجزات عموما يعني. فمعجزة حدثت لإنسان، ده كان العنوان. فمن هنا كان الكلام ده حوالي الساعة 11 بالليل، وأول فيديو اتفرجت عليه كانت البداية المعجزة. بصراحة قعدت لغاية الساعة 7 الصبح، ما قدرتش أسيبك بقى يعني من الوقت ده. من هنا ذهني اتفتح الـ مع يوم ورا يوم ورا يوم، اللي انا ما كنتش يعني ده وضع مش مظبوط اللي انا فيه يعني، وضع مش مسيحي، مش هو ده هدف ربنا، ومش هو ده إرادة الله، ومش هو ده مشيئة ربنا، ومش هو ده مسار قلب ربنا اللي انا فيه. لا، ده في موضوع تاني خالص 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 غير اللي انا فيه، في حاجة تانية خالص، إرادة الله ومشيئة الله ومسار قلب الله، ده موضوع تاني خالص 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 غير اللي أنا كنت عايش فيه. ولو إني أنا كنت فاكر نفسي اللي أنا كده يعني ما فيش بعد كده، أو ده أقصى حاجة يعني، ما حدش يعمل اللي أنا بعمله من أساسه مثلا يعني، اعتقادي كده. من الاستنارة هنا بدأت استنارة رهيبة بصراحة، نور كبير أوي 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 أوي. الواحد كان حاسس يعني حسيت فعلا ان انا كنت في ظلام كبير 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 كبير، ما وانا مش دريان، كنت في ظلام كبير قوي قوي قوي، وانا مفكر ان انا ما فيش يعني 10 على 10، ما فيش بعد كده. ترين ان انا في ده مش هو ده اراده الله، ومش هو ده مشيئه الله، ومش هي دي هدفه. فمن هنا بدات يعني او بحاول ابدا، او يعني بدأت أترك كتير يعني. أنا كنت مثلا يعني مثلا بعمل خير، بس صدقني يعني بعد الفيديوهات دي ما عادش بقى الموضوع حسابات أو كده، بقى الموضوع ترك يعني، بقى نقول نضرب مثلا في 10 أضعاف يعني. سبت حاجات كتير أوي 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 بالنسبة للصوم وكده. أنا كان مثلا يجي عليا يوم الأربع ده، طبعا بستنى بعد الساعة 12، وطبعا باكل كل اللي نفسي فيه وبشراهة، معايا برضه أصدقاء أو كده، بيبقى يعني دي كانت أول حاجة تركتها. طب وايه الغلط في كده اللي كنت فيه؟ ايه اللي انت ادركته انه غلط؟ طب ما انت الكنيسه كلها بتاكل كده طعميه وبابا غنوب وبطاطس محمره بالقطشب ومحشي كرنب، ايه الغلط في كده؟ ما الدنيا كلها كده، انت ليه شايف نفسك يعني مميز او اختلفت ليه يعني؟ ما تبقى زيهم.
ان مش هي دي اراده الله، مش هي دي مساره قلب الله، اللي مش هو ده الهدف، مش هو ده هدف الله. انت مش بتاكل لحمه، معلش، بس هي عامه طالما اني بشتهي او في شهوه او في مش 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 بدات خلاص بدات الحاجات دي بدات يعني بدات تضايقني، بدات اتضايق لما الحاجات دي موجوده، بدات اتضايق يعني. كنت اول انا اللي بس عليها وبجيبها وبدور عليها وي وي وي، ودلوقتي بالعكس، دلوقتي انا اللي يعني ببعد عنها يعني. اتفضل حضرتك. حسيت كتير قوي. ما انت ممكن تاكل من غير شهوه المحشي البدنجان الاسود والابيض والمحشي ورق العنب اللي بتحبه بابا غنوج، ممكن تاكله من غير شهوه، ليه تشتهيه؟ طيب كل عادي زي ما كل الناس المبروكين الطيبين اللي بياكلوه من غير شهوه، ليه تشتهيه؟ ما المشكله يبقى فيك، في حضرتك. نضحك على نفسنا، يبقى احنا بنضحك على نفسنا، ما فيش حاجه اسمها من غير شهوه. معلش مع احترامي، ازاي يعني؟ ازاي تتعب كل التعب ده وتجهز كل الاكل ده من غير شهوه؟ مستحيل، ده اكيد في شهوه، وشهوه شهوه كبيره كمان، وكبيره كبيره يعني. مستحيل، ازاي يعني اجهز كل الاكل ده من غير شهوه؟ أيوة، مستحيل. المهم القلب، ما في ناس بتصوم وانقطاعي زي البوذيين وقلبهم مش مع المسيح، المهم قلبك يبقى مع المسيح. هي مش مهم، انا أنا مش مهم، أهم حاجة أردت الله إيه ومسارة قلب الله إيه، هي ده المهم. مش أنا مش مهم، المهم مسارة قلب الله إيه، هي دي المهم، هو ده المهم. أنا مش مهم آكل ما أكلش، مش قضية إيه، لأن أنا أصلا مش مهم، المهم أردت الله ومسارة قلب الله. هو ده المهم، هدف الله، أراد الله بس. يعني الاستنارة اللي جات لحضرتك لما كلمت حضرتك أول من فترة، من سنة تقريبا، أنت قلت لي كذا آية كأني ما شفتها، زي لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون، أقمع جسدي واستعبده. أنت دي حضرتك كنت فاهمها إيه، وإيه اللي فهمتها حضرتك الوقت؟ يعني كنت مثلا أقمع جسدي واستعبده زي ما الناس كلها بتصوم، انا بصوم، ده اقمع للجسد. الناس هي كانت معيار لحضرتك. المرايه، الناس هو قطيع، واحنا ماشيين وسط القطيع، ما اسف في التعبير، بس يعني هو ده اللي انا كنت عايش فيه. كده هو ده كده الاقماع، وهو كده انا بصوم خلاص، هو ده الاقماع، هو اقمع جسدي واستعبدي، وهو ده. لكن ده مش ده خالص بقى. طب يعني انت ده احنا ساعات بنعمل مائده صيامي بتبقى يعني، اقول ايه يعني، اللي بياكل كباب ممكن يسيب الكباب ويجي ياكل معانا، من يعني شهيه اكتر من اي اكل تاني. تضارب انت فاهم اكتر من الملايين الناس دي حضرتك؟ مش فاهم. انا كنت زي، انا كنت عايش زيهم وعادي وماشي معاهم وزيهم، بس بدات افهم يعني ايه شهوه، يعني اشتهي، حتى لو رغيف، حتى ده اسمه شهوه يعني، حتى لو مفيش حاجه اهو، بس ده اسمه شهوه، اشتهيت. مجرد الشهوه، معنى كلمه شهوه يعني، واخد بال حضرتك؟ النقطه اللي وصلت لي انا ان الاستناره اللي جت لحضرتك كانت عن يقين اكتر من الناس الملايين اللي انت شايفها. ادركت حاجه، اقتحمت ان كل الناس اللي حواليك بيعملوا كده، جالك انت لاحساس ويقين ان ده مش صح. لما قريت سير القديسين وسمعت، انت كنت زمان قلت لي كنت فاكر دول القديسين وبس، لكن في نقطه حضرتك ادركتها كانت حلقه مفقوده. اولا الناس مش هي المرايه بتاعتك، ثانيا ان الله لما يفتح الذهن وفي يقين هتبقى زي ما حصل مع اخنوخ ونوح، صار مع الله، حتى لو الكرة الأرضية غلط، اليقين الداخلي بيقود أكتر من العالم كله. والقديسين دول، أنت حضرتك مرة قلت لي يا ريت تقول لي النقطة دي، أنت كنت فاكر إن دول بس فئة عشان ناخد بركتهم بس. تمام، كان دول حاجة، دول يعني كنت بعتبرهم دول ناس جاية من كوكب تاني مثلا، أو دول يعني دول هو ربنا مختارهم
اللي هم يبقوا كده، اللي هم فئة معينة واخد بال حضرتك، وربنا مختارها اللي هي تبقى بالوضعية دي. احنا مش ما اخترناش، احنا الوضع ده لهم هم بس، ربنا مختارهم هم بس، مش 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 مختارنا كلنا، واخد بال حضرتك، مش فينا كلنا. يعني القداسة دي والوضع ده للناس معينة مش للناس كلها، واخد بال حضرتك، ودي مش إرادة الله طبعا. يعني هي دي النقطة، مش دي إرادة الله، إرادة الله قداستنا كلنا، كلنا نبقى ما قالش يعني ما قالش لناس معينة أو حب فئة معينة اللي هي تبقى قدسين، بالعكس ده هو عاوز كلنا نكونوا قدسين. فبدأت أفهم وبدأت يعني اقتنع اللي ممكن بجهاد اوصل لاراده الله، اللي انا اقضيه زي ما هو عاوزنا اقضيه بجهاد معين وبطريقه معينه ووضع، يعني اللي انا اخش من الباب الضيق وامشي طريقه هوصل انا لاراده الله ومشيئه الله وهدف الله. ايوه بس احنا قدسين ونكون كاملين، وممكن نوصل. أيوة ممكن نوصل في طريق. اتفضل الزهني. لا الكلام ده لو كنت حضرتك راهب، انت الوقتي بيزنس مان، راجل اعمال، مش يدوبك بتيجي القرشين بتوع الوظيفة وتشتري بيهم سندوتش فول وطعمية وبتحوش عشان يجيب اللحمة، لا يعني باسم الصليب بدون تفاصيل، انت ربنا مدي لك بيزنس كبير جدا، يعني انت يعني مش انت اللي مطلوب منك تبقى تمشي طريق قرب، انت مطلوب منك تروح للناس الغلابة او الناس اللي مش لاقية وظيفة، زي الناس اللي بعتهم لحضرتك مش لاقين ياكلوا، مش لاقين يروحوا للدكتور، مش لاقين انت ما يعني ربنا حطك في الدنيا. طبعا ده كلام واحد اعرفه، يعني قال لي قول له فلان انت موجود في الدنيا، ربنا نجحك وعطلك بزنس كبير وريتش مان، فمطلوب من حضرتك بس في رسالة، لو حد مريض نبعته لك، لو حد عايز يشتغل يعني غلابة شباب طالع دبلومات ومش لاقين والحكومة مش راضية تساعدهم ولا الكنيسة، انت مسؤول تشغلهم، مالك انت في حكاية الموت؟ الموت ده يا ابويا مفروض للرجال اللي في البرية، انت حضرتك متزوج، انت حضرتك عندك اولاد، انت في رسالة عندك، في رسالة يا ابويا، رسالتك تهتم بالاولاد وتدخلهم في احسن مدارس امريكية ولا المانية ولا بريتش سكول، دي رسالتك، وتهتم بعد كده بناء كنيسة، ماشي ناخد يا فلان بيه لو سمحت حضرتك نص مليون ولا حاجة عشان نشتري الكام النجف الذهب، دي رسالتك. هل انت حاسس ان يعني مش في حاجة نظام يا ابويا؟ اللي في البرية بس نظام، يعني حياتهم يموتوا ويمشوا الطريق القرب وناخد بركتهم. انت خلاص قررت تتجوز خلاص. انا كنت كده فعلا زي ما حضرتك بتقول بالظبط كده، انا كنت كده فعلا بالوضعية دي وبالوضع ده بالظبط. يعني طب ما تستمر على كده، دي مش رسالتك يا ابويا، طريق قرب ايه وباب ضيق ايه وتاكل عيش حاف، طب ما برضو ده مش صح يا ابويا، حضرتك لازم تبقى مهتم بصحتك وصحتك تبقى حلوة كده، وانت باسم الصليب ما شاء الله، يعني مفروض ما تخسش عشان الشكل والهيئة، ده رسالتك عشان تاخد بركتها الرسالة دي. جميل جميل قوي قوي قوي، كل ده كلام جميل، بس ده الكلام ده قبل ما اسمع حضرتك وقبل ما اشوف حضرتك، بس ده كلام جميل قوي 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 قوي، لكن بعد النور ده ما عادش ينفع الكلام ده ما عادش ينفع نهائي 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 نهائي. ده لو مش يعني بقول لحضرتك لو هتدمر تدمير تام شامل، مش ينفع الكلام ده يرجع تاني او اعيش فيه تاني، ما عادش ينفع خلاص. النور دخل في استنارة، عرفت إرادة الله ايه، عرفت مسارة قلب الله ايه، ازاي ضد إرادة الله، ازاي انا ضد فكر الله، ازاي ضد مشيئته، ازاي ضد هدفه، ازاي بأي وضع، بأنها حق اكون ضد إرادة الله، ازاي إرادة الله اللي احنا نكون قدسين، نكون كاملين، اللي احنا نخش
نخش من الباب الضيق نمشي الطريق القرب، هي دي أرض الله ودي قضيتي، قضيتي هي أرض الله ومشيئة الله مصرفك، هي دي قضيتي، مش قضيتي اللي أنا أبقى قديس أو أنا ما يهمنيش أبقى قديس، أنا يهمني مسار قلب الله إرادة الله مش هي ده هدف، هي دي مش يعني هي دي قضيتي، يعني هي دي مشكلتي، إزاي أبقى ضد مسار قلبه، إزاي أبقى ضد هدفه، إزاي أبقى ضده، إزاي مش مهم بقى مش مهم بقى خس بقى أو أجي على الساعة 5 6 كل بصلاية ورغيف وطماطمية يعني عشان مش مهم، ده مش مهم، انا مش مهم، انا اصلا انا مش مهم، اهم حاجه اراده ربنا وصرت قلبي، هي دي قضيتي، يعني هي دي اللي انا بدور عليها، بس مش حتى انا مش يهمنيش ابقى قديس، ما يهمنيش كل ده، انا يهمني فكر ربنا ايه، مسره قلب ربنا ايه، فرح قلب ربنا إيه؟ هو ده اللي يهمني، لاني انا بحبه لشخصه، بحب الحق، انا بحب الحق وبحب الحق للحق، مش بحب الحق عشان هو يعني لهدف تاني او يديني حياة أبدية او يديني ما لم تراه عين، ولا مش هي دي، انا بحب الحق للحق، وهو ده ربط الحق، وانا مش اسلك الحق، ما فيش مجال للكلام، ما فيش مجال، مستحيل اكون ضد ربط الحق وضد مشيئة الحق، مستحيل باي وضع، بأن منطق اكون ضد ربط الله، ربط الله واحد اثنين ثلاثة خلاص، يبقى واحد اثنين ثلاثة بصرف النظر بقى ايه اللي هيحصل او النتيجة ايه، او الناس كلها تقلب عليا، او يبقى في مشاكل مثلا في بيتي، او يبقى في مشاكل في شغلي، او يبقى او ماديات ممكن يحصل لها مثلا عجز، او يحصل فيها او يحصل اللي يحصل مش مهم، اهم حاجه اراده ربنا ومسره قلب ربنا، هي دي قضيتي يعني. والشخص نفسه، انت مره قلت لي حتى لو المسيح، فاكر العباره دي؟ انت حاول تفتكر اللي قلتها لي السنه اللي فاتت. تمام، انت كملها لو تفتكر، حتى لو المسيح مش موجود. لا من غير كلام، احنا بنعبد الحق للحق، بنطبق الحق للحق، مش عشان خاطر هنروح السماء ويبقى لنا وضع في السماء مش هي دي القضيه، مش هو ده نفسه، شخص نفسه حبيته الشخص ده، انت قلت لي حتى لو في الجحيم انا هروح الجحيم، النار انا رايح له النار، ما انا بصلي وبقول له كده، قال لو انت في النار انا جاي لك النار، لو انا هتدمر، لو انا يعني الشيطان كتير بيحاربني بيقول لي يعني هتتفقر من كتر مثلا هتتفقر، وبقى واحدة تتفقر هيجيلك أمراض، ومين هتتفقر ويجيلك أمراض، فأنت كده يعني قلت له أنا يعني ما معناه إلا أنا لو هتفقر وهيجيلك أمراض وفي الآخر هروح النار، أنا همشي الطريق وهكمل، أنا رايح له، هو فين ما يهمنيش هو فين، يهمني هو انا رايح له، هو مهما يكون هو في، ما يهمنيش هو فين، في السماء ولا في، ما يهمنيش، قضيه حق، والحق للحق، مش لهدف تاني، مش ما يهمنيش خلاص نفسي، ما يهمنيش ابديتي، انا يهمني ارادته هو، مشيئته هو، مصاره قلبه هو، هي دي قضيتي، يعني احنا بنطبع الحق للحق بس، يعني دي القضية، احنا بنطبع الحق لإيه؟ لهدف تاني، لحاجة تانية، الشخص عشان حاجة عشان حاجة يتهنى، لا انت تعرف الشخص جذبك لشخصه، نطبع الحق للحق، مش لحاجة تانية، مش لهدف تاني، هي دي القضية، مش عشان أكون قديس، يعني أنا هو اللي بعمل كل ده عشان أبقى قديس، ما يهمنيش أكون قديس، أنا ما يهمنيش، أنا يهمني هو فرح قلبه هو، أرادته هو، هي دي ده اللي يهمني، ده اللي يهمني بس، مش ما يهمنيش اكون، ما يهمنيش، مش كل التعب ده عشان ابقى قديس، انا ما يهمنيش، وما تعبش عشان اكون قديس، انا ما تعبش نهائي عشان ابقى قديس، انا اتعب عشان هو يرضى، عشان هو يفرح، عشان هو يكون بحسب فكره، عشان يكون بحسب ارادته بس، هي دي قضيتي، مش عشان اكون قديس، انا مش عاوز ابقى قديس، اعمل ايه، مش ما يهمنيش، ما يهمنيش ابدا، مش هعيش حياة أبدية، ما يهمنيش،
ما يهمنيش خلاص نفسي، ما يهمنيش كل ده، ما يهمنيش ايه يعني، ايه يعني ايه، ايه انا اصلا، ايه انا، انا ايه يعني، إيه انا ولا حاجه، انا شويه تراب في الاخر طلعت ولا نزلت، انا شويه تراب، شويه تراب ما لهمش اي قيمه، تراب ما لهمش بدون اي قيمه. المهم هو، هو رب، هو مسار القلب، هو مشيئته، هو المهم، مش انا المهم، انا مش مهم، انا رحت النار رحت السماء مش فارقه، مش انا مش مهم، يعني لان انا اصلا ولا حاجه، يعني يعني ايه في الاخر، يعني ايه، يعني هو إيه، شويه تراب بلا قيمه، ما لهمش قيمه. ما القضيه هو، هو الحق، القضيه هو، هو الحق، طب بس هي قضيه الحق. طب يعني انت هنفرض مثلا اللي يتبع الحق يروح النار، واللي يتبع الشر يروح السماء، يتبع مين؟ يتبع الحق عشان نروح النار، ولا نتبع الشر عشان نروح السماء؟ يعني ما هي دي القضية، هي دي يعني، هو ده المنطق، هو ده العقل، العقل بيقول كده، احنا بنتبع الحق للحق، ولا نتبع الحق عشان حاجة تانية، لا طبعا، عشان نروح هو السماء نفسه، هو الحق نفسه. الحسنى. طب هو بس كانت صلاتك ازاي حضرتك زمان ودلوقتي؟ كان ايه يعني الصلاة كانت بالنسبة لك ايه ودلوقتي؟ وأحاسيسك كانت زمان ايه ودلوقتي بعد ما انت ليك فترة طويلة في موت او مع المسيح اتصلبت، صلبت نفسك، ايه اللي كنت حاسه زمان الصلاة بالنسبة لك، سواء في القداس او في المخدع، أو إذا كانت في المخدع أنا ما أعرفش، ودلوقتي الصلاة نفسها؟ تقضية واجب، واجب وظيفة، واحنا بنقضيها واجب بنقضيه، وطقس بنتمه، بس يعني واجب بعمل، واجب بعمل فرض عليا بقوم بيه، انا كده خلاص تمام، عملت اللي عليا، يعني انت ليك حاجة عندي اديتها لك، بس مش علاقة بقى، مش علاقة شخصية قوية، مش يعني، وحاجة قصاد حاجة، يعني بديك فرض عشان تديني حاجة، بعمل لك حاجة عشان تديني حاجة، يعني أنا بقى هصلي النهاردة عشان تعمل واحد اتنين تلاتة، يعني مقابل حاجة، أنا بعبدك مقابل شيء، أدي لك حاجة مقابل حاجة، يعني تديني حاجة هديك حاجة كده، يعني واجب بوظيفة، بس مش زي دلوقتي خالص طبعا، دلوقتي الموضوع اختلف، دلوقتي ما بقول كانش له انت ما يهمنيش، مش يهمنيش اروح فين بعد كده، انا عاوز اكون معاك بس، انا عاوز اكون معاك بس، مش مهم انت تكون فين، مش مهم معاك في النار، معاك في السماء، معاك في اي مكان، بس تكون معاك، ما يهمنيش ده اللي يهمني. لكن انت كنت زمان الصلاة الارتجالية في المخدع ما كانتش موجودة والوقت موجودة، ولا انت قلت لي حضرتك كان مجرد كلام مفيش اي احساس كان زمان بيه؟ هو أنا يعني بصلي من أشبيها، بس الكلام اللي موجود في الأشبيها أنا بقوله، مش أكتر من كده، قراية الإجبية، قراية الإجبية بس، بتقرأ يعني مجرد بس بتقرأ في الإجبية، تمام، بس مش أكتر من كده. لكن دلوقتي ايه، ايه احساسك، ايه الصلاة بالنسبة لك ايه؟ يعني سيبك خلاص انت رحت القداس، لكن طول الاسبوع طبعا بيبقى هو العلاقه بقى، صلاه بقى يعني تبقى علاقه، علاقه شخصيه قويه جدا جدا جدا، اكني بكلم يعني حبيبي، روحي، قلبي كده، يعني بكلم يعني شخص، مش هنقول عزيز على ايه، شخص حياتي كلها فيه، بقى هو حياتي، يعني بقى حياتي، بكلم نفسي، واخد بقى، يعني مش قادر اقول لك يعني العلاقه دلوقتي ازاي، او دلوقتي بقى يختلف كتير قوي 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 عن الاول، الاول خالص خالص، اول كنت ماشي على طقس بنفذه وخلاص، موضوع اختلف كتير. كنت بتسمع عنه بسمع الاذن؟ اه 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 لا لا لا، ما كان
الوقت في كلام بيكلمني واكلمه، في كلام، في كلام بينا، في كده، في حاجه مش فاهمها بساله عليها، حاجه قريتها مثلا ايه معينه في الانجيل مش فاهمها بساله بيرد عليا، في علاقه، في بينا، في حاجات كتير قوي 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 مش عارف اوصلها ازاي، بس يعني علاقه 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 يعني ما علاقه حيه، حاجات كتير قوي مش عارف اوصلها لك ازاي، بس يعني انا حاسس بحضوره. لا كتير قوي 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 قوي، ما بس هل لمجرد بس فتح الذهن وانك تركت ومت زي ما انت قلت لي، انا فهمت فكرة البذرة لو ما اتدفنتش عمر ما هيبقى فيها حياة، انا حسيت في حياة، هل ابتديت تحس في وقت محدد فجأة واحدة من وقت ما انت فعلا تركت شيء، هل كان في بداية واضحة؟ هل ايه احساس حضرتك في اليوم ده ان كان في فرق في يوم محدد ولا ما كانش في يوم محدد فاكره؟ لا هو محدد بالظبط، بس كان مع الوقت، يعني مع الوقت واحده واحده واحده، لان انا كنت في يعني كنت يعني ماسك قوي في الدنيا قوي، شارح قوي، يعني شارح في كل حاجه، يعني شارح في كل حاجه، في اكل، في شرب، في شهوه جسد، كل حاجه شارح شراهه غير طبيعيه يعني، وكان كنت يعني اني المهم، يعني اني اهم حاجه، انا اهم حاجه، انا ارضي نفسي ازاي، يعني اظبط نفسي ازاي، اهم حاجه انا، اخد رغباتي ازاي، كده دي يعني كانت القضيه، انا كانت قضيتي انا اشبع نفسي ازاي، اشبع نفسي ازاي، هي دي كانت قضيتي. دلوقتي الـ 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 يعني نقول بدأنا العكس دلوقتي، أشبع يعني أشبع من ربنا إزاي، أو أفرحه إزاي، أو أرضيه إزاي، طبعا واحدة واحدة، مش هقول لحضرتك مرة واحدة واحدة، موضوع خد وقت كبير قوي معايا. بل حضرتك واحدة واحدة يعني، ولسه بدري، يعني لسه بدري قوي 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 قوي، عبال ما يعني نكون بحسب أرادته وحسب مشيئته وحسب مسارة قلبه، بنجاهد وبنحاول. حبيبي أنا لا تتصور طبعا فرحتي وأنا بكلمك، وانت ياما كلمتني بالساعات كتير جدا على الفرق اللي كنت فيه، انت ياما قلت لي كنت ميت، حسيت بحياه، انا ما كانش ليا اي قيمه، حسيت بقيمه، حسيت ان في شيء لما انت عرفت ان لازم نشتريه، انت عرفت ان من لازم لازم نتعب، لازم نجاهد، لازم نبذل، لازم نترك، لازم نضحي، لازم يبقى هو حياتنا، لازم يبقى هو إلهنا، لازم يبقى هو اللي هو وحده اللي نعبده، ما نعبدش المال، ما نعبدش. أنا كنت بعمل خير تمام، بس بحدود، بوضعية معينة، بطريقة معينة، لازم هو وحده إلهنا ومعبودنا اللي بنعبده، ما يبقاش حاجة تانية، ما يبقاش قوة الجسد هي إلهنا، ما يبقاش جسد المرأة هو إلهنا، ما يبقاش المال هو إلهنا، ما يبقاش الأكل والشرب هو إلهنا، ما يبقاش الشغل والتجارة والفلوس والمكاسب هي إلهنا، هو بس إلهنا، هو بس حياتنا، هو بس لذتنا ومتعتنا وفرحتنا وحياتنا، يبقى لنا حياة هي المسيح، لنا حياة توتال، حياة هي المسيح بس، ما فيش غيره. لكن الأول كان هو من يعني هو شيء من ضمن أشياء كتيرة، مش هو كل حاجة كل حياتنا، كان هو موجود جميل حلو، بس هو حاجة وسط حاجات كتير، كان وسيلة مش هدف، وسيلة حاجة
بتبقى موجوده وسط حاجات كتير، لكن مش هو مش هو مش مش, مش العباده ليه هو وحده يعني. كان العباده لحاجات كتير، بنعبد حاجات كتير كتير كتير، بنعبد حاجات كتير، لكن مش ما كانش هو وحده إلهنا، كان لينا آلهة كتيره، كان حاجات كتير احنا كنا بنحبها وبنقول بنعبدها، وهي كانت هي بالنسبه لنا كل حاجه. دلوقتي ما عادش الكلام ده بقى خلاص. بنحاول، احنا مش بنقول 100% لا، بس بدأنا نحاول هو وحده إلهنا، هو وحده معبودنا، هو وحده حياتنا، هو وحده لذتنا ومتعتنا واتكاننا وفرحتنا، هو وحده. بنحاول بنجاهد بنحاول نوصل بنحاول. طبعا مش احنا لسه ما وصلتش، بس بحاول أبدأ، بدأت بحاول أمشي كده، فهمت ومشيت، بس مش يعني هو بحاول. أكيد يا أبويا اللي المسيح ابتدى معاه، وخصوصا ابتدى يمشي معاه الطريق، هو الراعي، وغل كل غرس بيغرسه عمره ما حد يقلعه. اتكل على كلامه، يعني بقول له انت قلت اسألوا اعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم، انا بعتمد معتمد عليه هو، على كلامه هو، على وعوده لينا هو، معتمد. هو قال بدون لا تقدروا ان تفعلوا شيء، هو قال لنا كده وعدنا بكده. انا بقول له انا معتمد عليك، انا بسألك دلوقتي وبطلب منك، بقرأ على باب قلبك اللي انا اكون بحسب ارادتك وبحسب مشيئتك وبحسب هدفك، وقول له عيني اديني قوتك، اديني حكمتك، اديني بصيرتك، اديني معونتك، بقى كتير يعني كتير بقول له ساعدني اللي انا اكون بحسب ارادتك وحسب مشيئتك وحسب، ساعدني قويني عيني، اديني بصيره، اديني فهم، اديني قوه. بقول له ما تسيبنيش ارجع تاني، ما تسيبنيش، كمل معايا، وصلني لارادتك، وصلني. انت قلت بدون لا تقدروا ان تفعلوا شيئا، وانا بسالك وبطلب منك، بقرا على قلبك اللي انت تتم مشيئتك فيا وتتم ارادتك فيا وتتم مصالح قلبك فيا. كتير يعني حاجات من دي كتير بقى. طب حاول يعني. هو قادر على كل شيء، هو قادر يغير، هو قادر يبدل، هو قادر يعني ويديني قوه وبصيره يعني انا فهمت ومشيت، بس محتاج قوه، محتاج اكتر من كده، محتاج قوه منه تساعدني وتثبتني وتمشيني توصلني، تساعدني، لاني برضك بقع كتير وبرجع كتير، بس محتاج قوته طبعا ده قبل كل شيء. اكيد يا ابويا هو وعد ان اللي في قبضة وعوده سد مينا، وانا معتمد، انا مش معتمد على نفسي لان انا ضعيف جدا 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 جدا، انا معتمد على وعوده، معتمد على محبته، معتمد على وعوده ومحبته، وهو امين وصادق، قادر اللي هو يكمل، مش انا اللي هكمل، هو اللي يكمل بيا، هو اللي يشني ويمشي بيا، يشني ويمشي. انا ضعيف ضعيف من جوه وضعيف من بره، بحاول اوصل لارادته، بحاول اوصل لمسره قلبه، بحاول. من ناحيه الضعف كلنا ضعف، حتى ايليا اللي وصل للقمه ربنا اكد له عن طريق مواقف عمليه ان هو ضعيف اضعف من الطفل، وكله بنعمته، مفيش حد يقدر يعمل حاجه، وهيستمر ومحبته ومعانته، ده من غير كلام، ده مفيش، ما احنا هو نفسه قال بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئا، فاحنا بس نمسك فيه، وهو هيعمل كل شيء، هو هيحارب عننا، وهو هيرتب ويدبر اللي احنا نوصل له ونكون بحسب ارادته، هو هيدبر ويرتب، بس احنا نبتدي يعني، احنا نسيب نترك، واحنا بنحاول نترك على قد ما نقدر، نشكر ربنا يعني، ده كنا فين وبقينا فين، احنا نشكر ربنا يعني.
الأعمى قال كنت أعمى والآن أبصر. فعلا فعلا، كنا بعيد 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 خالص خالص خالص. كنت على المشكلة، الواحد كان بعيد خالص، وكان مفكر نفسه اللي هو يعني ما فيش زيه، واللي هو بيعمل كل حاجة. لأن الموضوع مش كده، الموضوع مش اعتراف وتناول وقداس وخلاص، الموضوع خلص على كده وشوية خير بتاعه وخلاص. لا، مش الموضوع مش كده، ده الموضوع والموضوع مش والموضوع مش جديد. الكلام ده، الكلام اللي احنا سمعناه ده هو مش جديد. الكلام اللي حضرتك قلته ده مش جديد. الكلام ده مش الكلام ده من الإنجيل. الكلام ده أقمع جسدي وأستعبده. طب في الذين هم المسيح الذين أماتوا الأهواء مع الشهوات، الذين هم صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، الذين هم المسيح. طب فين الصلب؟ ما كانش في صلب خالص، ما كانش في قائم على الجسد خالص خالص. ما فيش صلب ولا في قائم، ما فيش لنا حياة هي المسيح. ما فيش، الحاجات دي مش موجودة، وهي موجودة أصلا. بس احنا، بس حضرتك عملت يعني ضربت نور جامد في جامد، فلاشة جامدة قوي، وظهرت لنا الآيات دي. الحاجات دي ظهرت وبانت. يعني بيقول لحضرتك مش عارف، عارف يعني اللي هو حضرتك كلمت حضرتك قبل كده، قلت له والله حضرتك انا كنت هفضلت زي ما انا كده، يعني مثلا كنت ومفكر نفسي لاني ما فيش زي ما 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 يعني ما مش عارف مش عارف انا يعني مش عارف. طب لو ما كنتش يعني ما كنتش شفت الفيديوهات بتاعت حضرتك، او ما كنت هفضل زي ما انا، مش عارف. لا طبعا، يعني الموضوع مش متوقف على شخص يا ابويا. اخنوخ ما كانش في حد في العالم، ولا كان في كتاب مقدس. امانة الله مش محتاجة معاها شيء. ما فهمتش الا من خلالك، ما عرفتش الا من خلالك. ايوه، دي طريقة الله استخدمها، وترتيب ملء الازمنة عن طريق بولس الرسول، شخصيات، عن طريق نملة. هو بيقول تعلم من النملة، فالقضية مش النملة هي السبب، ولا بولس الرسول ولا يوحنا المعمدان، لان المسيح رب المجد لما كان على الارض ناس كتير رفضوه. فالقضية مش قوة الكلمة ومسحة الكلمة، لا، هو نفسه. فما فيش اكبر برهان ان هو نفسه اتكلم، الفريسيين رفضوه ورجموه، في الاخر صلبوه. الموضوع مشروط على الشخص 100% مطلقة. انت عشان عايز، يا اما كان هيبعت لك رسالة عن طريق رؤية، زي ما انا ما لقيتش حد بعت لي رؤية، يا اما كان هي عن طريق شخص. دي خطته وحكمته، دي اللي محدش يعرفها، وما يعرفش ليه ربنا رتبها بالشكل ده. لكن هو الموضوع انت علشان تريد ان تبرأ، خبط على بابك فتحت له. بس هو بيخبط على باب كل واحد، انت حضرتك فتحت له. الموضوع مش في شخص، ولا حتى لو جه يوحنا المعمدان ونزل تاني، او العذراء، حتى السيد المسيح نفسه ليلة العيد نفسه. شوف، هو اكبر برهان عيد الميلاد، مين اللي كان منشغل انشغال كامل بتصفيق للمسيح، وانشغال بالقلب للمسيح وبالفكر للمسيح؟ مين؟ تمام. فده أكبر برهان، يعني لو أكبر برهان إن هو الموضوع في الشخص نفسه. عايز، أنت عايز، فربنا شاف الطريقة المناسبة، حسسك بيه، وهيستمر يحسسك بيه. كله بصلواتك يعني، صدقني يعني. صلواتي أمي، صلواتي. عارف انا بقول يعني، معلش استحملني، انا بقول من يعني بكلم نفسي كتير، بقول طب انا دلوقتي لو ما كنتش مثلا، معلش، شفت الفيديوهات دي، او شفت او عرفتك، كنت يعني، طب كنت هفضل زي ما انا كده؟ كان يبقى يوم نفس الوضع كده؟ طب بصراحه السؤال ده بيشغلني كتير، وارجع برضك في نفس الوقت بقول طيب انا فهمت وعرفت، بس عاوز اكمل، عاوز اوصل. يعني احنا عاوز 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 امشي اكتر واكتر واكتر، واوصل اكتر واكتر يعني.
هو ده اللي شاغلني بصراحه. وانا مستعجل جدا جدا، مشكلتي بقى مش عارف ده استعجال مني ولا لا. انا مستعجل جدا 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 انني اوصل لارادته لمصابه قلبه، مش عشان اوصل او اقدس، ما يهمنيش برضك المره، ما يهمنيش، انا يهمني ارادته هو ومصابه قلبه هو، دي اللي نفسي فيها قوي قوي قوي. مش طايق انني اقعد حتى دقيقه واحده ضد فكره، ضد مصابه قلبه. ده اللي اكتر حاجه شغلاني، اللي انا مش طايق اللي انا اقعد حتى لو دقيقه ضد مسارة قلبه او ضد فكره او ضد مشيئته. ازاي 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 يعني ازاي ازاي كنت ضد اراده الحق وضد مشيئه الحق وضد مسارة قلب الحق؟ ازاي ازاي بانه ضمير، بانه عقل، بانه قلب، يعني ازاي؟ بس طيب ايه المشاكل اللي قابلت حضرتك يا ابويا في البيت او الشغل او اي حته؟ هنبتدي من البيت طبعا. انا بدات، انا قلت لحضرتك ان انا كنت شارك في كل حاجه، ما كانش هو المسيح هو حياتي، كان هو جزء من حياتي لكن مش هو حياتي نفسها. فطبعا لما بدا هو يبقى كل حياتي، بدا هو كل لذتي ومتعتي، وبدات اعبده هو وحده يبقى هو للعباده، مش شهواتي او الاشياء اللي موجوده، لا هو بس حياتي. طبعا مش كل الناس فاهمة أو كل الناس مهتمة أو كل الناس يعني زي ما حضرتك بتقول كده، مش كل الناس بصة لفوق أو بصة له يعني. فطبعا بدأ من هنا اتغيرت طبعا. بدأ من هنا بقى الـ 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 يعني التعب. بقول لحضرتك لو يعني لو كلنا هنبقى مع يعني على قلب واحد وضمير واحد وفكر واحد، وكنا نوصل بسرعة كبيرة جدا جدا جدا. لو كلنا هنبقى مع يعني على قلب واحد وضمير واحد وفكر واحد، وكنا نوصل بسرعة كبيرة جدا جدا جدا. كلنا هنبقى مع يعني على قلب واحد وضمير واحد وفكر واحد، كنا نوصل بسرعة كبيرة جدا جدا جدا. طبعا كل واحد ليه فكره، كل واحد ليه اهتماماته، كل واحد ليه إلهه اللي بيهتم بيه وبيعبده، كل واحد ليه فكره وليه إلهه. فطبعا بدأ من هنا بقى نقول ايه يعني أعداء الإنسان أهل بيته. بدأ من هنا أعداء الإنسان أهل بيته. ما فيش ما لأن مش نفس الاهتمام، مش نفس الفكر، مش نفس القلب، مش نفس الضمير. فطبعا يبدأ هنا التنافر، يبدأ هنا الـ 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 المشاكل والتعب، يبدأ هنا التعطيل بقى. ما في تعطيل، ده كل ده بيعمل تعطيل برضك، خلي بالك بيعمل تعطيل كتير غير ما يكون إنسان معلش عايش لوحده أو عايش لنفسه مثلا أو 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 يعتبر مثلا حر نفسه. في عطلة كبيرة بتحصل، الحاجة اللي المفروض تتعمل في شهر بتتعمل في سنة، هي بتتعمل، هي تتعمل وتتعمل بقوة المسيح، تتعمل بس يعني الوقت بتاخد وقت كبير. الحاجة اللي بتتعمل في 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 شهر بتتعمل في سنة، واخد بال حضرتك؟ قطع كبير، عطل كبيرة، ما بس بي. طب انت بتواجهه ازاي يا ابويا؟ بواجهه اللي انا يعني بقضي وقت كبير بره البيت، بقدر اصوم براحتي، بقدر
أو في علاقة مع ربنا كبيرة طبعا ممكن ما لقاهاش في البيت. بحاول أبعد يعني أني عند حتى يعني أنا بحب يعني ماشي على المثل اللي بيقول الباب اللي بيجيلك منه الريح بسده واستريح، فأني ببعد يعني حتى اللي فيها المشاكل فيها الحاجة الحتة اللي تبعدنا عن ربنا ببعد عنها، بحب أختلف بيه وبنفسي. بدأت أبعد، بدأت أسيب فترات كبيرة بقعد مع نفسي. ف يعني هو ده يعني ده انا اتلاقيته يعني ده احسن حاجه يعني اقدر اعملها. يعني كهروب ولا بعد عن مشاكل؟ لا، بعد عن العطل عشان ما تعطلش. قال لي لما بقعد في شغلي يعني انا قاعد في مكان زي كنيسه، زي كنيسة كده، فبلاقي ربنا فيه أوي 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 إيه، وبختلف ربنا أوي كتير يعني فالمكان ده بالنسبة لي أحسن من البيت يعني كتير، لأن يعني بقى قاعد في مكاني، في مكتبي، في شغلي، طبعا في ناس بتدير الشغل بعيد عني، فاني قاعد مع نفسي يعني مع ربنا، مع وعامله زي شبه كنيسه كده يعني، كنيسه مصغره يعني، ربنا اكتر بوقف علاقه بيها اكتر، وبصوم بقى براحتي يعني بوقف ما فيش ما بالنسبه لي يعني بس ما فيش حد. طيب من أصدقائك اقتنع بالطريق ده وشجعك حالياً في البلد اللي حضرتك فيها؟ أنا أعرف إن أنت بره مصر. يعني كلمت مع ناس كتير بس في يعني في اللي مهتم غير مهتم من أساسه، وفي اللي مهتم بس مهتم بفكره هو، بفكر الكنيسة الأقصية، مش قابل اي فكر من بره، مش عاوز اي فكر من بره، هو ماشي في طريق وماشي فيه ومقتنع بيه ومش عاوز اي فكر من بره، مش عاوز مش عارف يعني مش مقتنع. في ناس مش مقتنعة، مش مقتنعة من الاساس، وفي ناس مش مقتنعة وفي ناس مش مهتمة يعني. يعني المشكلة في ناس برضك بتكلم مع الناس كلها بس في ناس مش مهتمة من أساسه، واللي مهتم بالطريقة اللي هو عايش فيها. يعني أنا أعرف ناس في ناس حلوين جدا، ناس جمال جدا ومناء خدمة وناس قريبة من ربنا قوي يعني بالنسبة بس تتكلم لا هو احنا كده تمام واحنا الصح واحنا كده كل حاجة بنعملها، أو طب فين الطريق، فين الباب الضيق، فين الطريق القرب، فين مع الجسد، فين الذين هم المسيح الذين صلبوا الجسد مع الاهوال، فين كل ده، طب فين لا احنا كده تمام، احنا كده مش محتاجين حاجه تاني، احنا بنعمل كل حاجه، احنا بنعترف وبنتناول وبنخدم خلاص، احنا مش ما فيش حاجه تاني. ما فيش، طب فين الموت يعني، فين الموت اللي فين الصلب، فين إمادة الأهواء، فين كل ده مش، وفي مش عاوز أقول لحضرتك يعني في ناس بتهاجم، يعني في ناس بتهاجم وبشدة وممكن بطريقة مش حلوة، فطبعا يعني بصراحة بيجي عليا وقت بصراحة ما عنتش بتكلم يعني ما عنتش بتكلم بصراحة مع حد، غير في صديق قريب مني جدا وطيب جدا، هو ده اللي يعتبر ماشي يعني، يعتبر هو يعني بدأ يمشي، انا بحاول امشيه يعني واحده واحده بدربه، لان هو برضك يعني احنا الاثنين مقربين لبعض جدا، فكنا مع بعض في كل حاجه مع بعض، فطبعا بدأت اظبطه يعني، بدأ هو طيب جدا وبيحبك جدا على فكره وبيسمعك كتير قوي، بس يعني ايه يعني
يعني هو هنقول ايه مثلا، لسه ضعيف شويه واخد بقى، بس مش هسيبه يعني، لان هو جدا 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 ومقتنع بيك جدا جدا وبكلامك. فبس هو زي ما يعني ظروفه بتبقى يعني مثلا ايه، يعني ظروف شغله وظروف بتبقى اخداه شويه، مشغول شويه، فاهتمامه بيبقى بسيط شويه، مش اهتمام كبير يعني. مش واخد الموضوع بجدية. بس الموضوع لمس قلبه، لمس قلبه في وبدأ استناره. يطرب. في استنارة بس بسيطة، وبدأ يطرب بس حاجات برضك بسيطة، مش بس بدأ يعني يعني يتحرك، يعني حاجة جميلة بدأت اللي هو يتحرك، حتى لو حاجة بسيطة جميل حلو، طبعا. طبعا. أحسن من يعني. ده في أمناء خدمة ما تحركوش ولا ثانية، ده ولا سنتي ولا ملي ولا حتى، ده بالعكس، ده كانوا بيهاجموا، طب ده كانوا بيهاجموا. بيهاجم من منطلق ايه طيب؟ يعني انت مرة قلت لي، مرة كلمت مثلا راعي او خادم مش فاكر كذا واحد، طب من منطلق ايه؟ ايه اللي عكس الانجيل؟ ايه اللي بره الانجيل؟ هو مش كده الموضوع، اللي هو فرحان باللي هو فيه، مبسوط اللي هو فيه، يعني مش عاوز يتعب، بالعربي يعني اللي انا فهمته، اللي مش عاوز يتعب، يتعب ليه؟ مش عاوز يبقى يتعب، يعني مش عاوز يتعب، يتعب ليه؟ هو كده حلو ومبسوط وجميل، والناس بتحبه وبتقدره، والناس بتمجده، خلاص هو مش عاوز اكتر من كده. هو يتعب نفسه ليه؟ ليه ايه 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 الباب الضيق، وايه الطريق القرب، وايه الاماته، وايه الموت ده، ايه يعني ما معناه، يعني ده اللي حسيته. طبعا مش هيقول كده بالظبط، بس ما معناه كده، احنا كده حلوين، احنا كده تمام، احنا كده زي الفل، احنا كده مية مية، احنا مش ايه، هنتعب نفسنا ليه؟ نتعب نفسنا ليه؟ ما معناه يعني، ما معناه نتعب نفسنا ليه؟ احنا كده حلوين، طب انت ليه كده؟ احنا كده كويسين، احنا تمام في الكنيسة وقداسات وي 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 كله تمام، طب هي كده تمام؟ ايوه، يعني بس مش ما هو انا بتكلم على نص الانجيل والقانون اللي الله عاشه قبل ما يقوله، في قانون الله عاشه. يعني اللي انت فهمته فتح ذهنك عليه ربنا مش بره القانون. انت كل اصحابك وانت ليك كلام بشخصية حضرتك القوية، لما انت كلمت القريبين منك سواء خدام في الكنيسة او كده، هل انت قلت حاجة بره قانون الانجيل؟ لا طبعا، كلام حق، كلام الانجيل، وبقول لهم ده مش يعني استاذ هاني، ده مش ده مجرد هو بس فتاش كبير نور كده على الايات اللي في الانجيل، بس ما عملش اكتر من كده، ما جابش حاجه من عنده، هو مش ما الفش، ما جابش حاجه من دماغه، ده مش فكره هو، ده فكر الانجيل، ده كلام ربنا، كلام الانجيل. لا، يبدا يهاجم عشان هو مش عارف يقول ايه، مش عارف يقول على ايه، يعني كلام انجيل، ما فيش مجال للكلام، ده ايات من الانجيل، انا ما بكلمكش حاجه من دماغي او حاجه من دماغه. يبدا يهاجم، لا ده مش، طب مالكش دعوه بشخصه، مالكش دعوه بيه، سيبك يعني، سيبك منه هو، مالكش دعوه بيه. احنا انت ايه رايك في الكلام ده؟ ايه رايك؟ الكلام ده لا، بس اصل هو يا عم سيبنا من شخص الراجل ده، مالكش دعوه، قدره اللي هو فيه كل حاجه وحشه، قدر كده مثلا، بس طب الكلام ده ايه رايك فيه؟ خلينا في الكلام، خلينا في الرسائل، رسالة الصليب، رسالة الأنبا كراس، رسالة الست العذراء، خلينا في الرسائل. طب إيه رأيك في الكلام ده؟ لا إحنا كده تمام، إحنا كده تمام، وإحنا مش محتاجين للكلام ده أصلا من أساسه. كتير 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 يعني، ما والطعن في يعني، واخد بال حضرتك، طب سيبك من شخصه، طب سيبك منه هو، خلينا في الكلام ده، في سيبك منه هو، الكلام ده ايه رأيك فيه؟ مفيش، ما لا احنا كده تمام، واحنا كده كويسين، واحنا مش محتاجين، احنا مش محتاجين للكلام ده من اساسه، احنا
كده يعني، من ده كتير، مش حاجات من دي كتير يعني. حقيقة كل واحد بيدور على الشيء اللي هو حسب ما طلب من ربنا. مبسوط بنفسه كده، مش يعني ما معناه هو مش عاوز يتعب نفسه، هو مش عاوز يتعب، مش عاوز يتعب يعني، مش عاوز يتعب نفسه. هو في مكانه وضعيه معينه في الكنيسه يعني، وخلاص هو اللي هو اللي فاهم كل حاجه، وهو اللي عارف كل حاجه، ومش محتاج لمعرفه من بره، مش محتاج حد يفهمه ولا حد يعرفه. هو ما معناه يقول لك اني انت اللي مش فاهم، ما معناه انت اللي مش فاهم، انت هو يعني ما معناه انت اللي مش فاهم، اني فاهم كل حاجه وعارف كل حاجه واني صح، واني مش محتاج للكلام ده من اساسه، مش محتاج المعرفه، انت محتاج لها، انت حر. ما معناه كده يعني، من ده كتير بقى يعني. نقول ايه؟ نقول اباء كهنه، نقول مكرسات، وفي اللي يسمع عشان يرضيني، في اللي يسمع عشان كده يعني، بيحاول يرضيني، بيحاول يعني بيتقرب مني، مش للحق، مش بيسمع او بيفهم عشان يدور، لا عشان بيدور عليا يعني، مش بيدور على مش بيدور على الفكر نفسه كده. عموما الله هو يعني، لأن الموضوع قصة حب، الله مش هيجبر حد. شيء موضوع قصة حب فعلا زي ما حضرتك بتقول، هو ده لب الموضوع كله، اللي هي قصة حب، هو ده الموضوع الأساسي. فلو في حب وفي حد قدر الحب ده، هيفتح الباب وهيضحي الناس عشان ما حبتش الإله ده. او في الحق نفسه، لو دور على الحق، الحق واحد اتنين تلاتة، ما فيش مجال للكلام، ما فيش مجال للشك، ما فيش مجال للطعم. واحد ما انت ما كنتش عارف، طب في مجال انت تعرف، في مجال انت تفهم. الحق، الحق يعني، الحق بيقول واحد اتنين تلاتة، خلاص ده من غير كلام، ما فيش مجال للكلام. ما الحق، احنا بندور على الحق ولا بندور على ايه؟ ما هي دي القضية، بندور على الحق. بيقول واحد اتنين تلاتة، إيه؟ انت بتدور على ايه؟ انت بتدور على ايه؟ بتجري ورا ايه؟ ماشي ورا ايه؟ هو ما هو الحق اهو. إيه؟ مفيش مجال للكلام، مفيش مجال للمزايدة، مفيش مجال. مفيش مجال للكلام، مفيش مجال للمزايدة، مفيش مجال. ده صحيح يا أبويا، هي بس الحلقة المفقودة اللي بيننا وبين القديسين، في حاجة اكتشفوها زي اللؤلؤة كثيرة الثمن واللؤلؤة في عمق البحر. الناس اللي فعلا سمعت وكان عندها إرادة هتبتدي تنزل في العمق، فهتلاقي اللؤلؤة. ولما الإنسان بيكتشف حب الله ويلاقي، إلا بس يدوقه، هيلاقي لا مقارنة شبعه بشبع الأكل والشرب، لا مقارنة بشبعه ولا بغنى العالم كله. ولا حاجة، ده نقول إيه؟ نفاية العالم ده كله، ولا حاجة، ولا حاجة، ولا ده سراب، سراب 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 وغباء، سراب وغباء. أنا بقول لحضرتك، أني لو يعني لو كنت أعرفك مثلا من قبل كده، من 16 17 سنه، بامانه يعني مش عارف كنت انا يعني. دلوقتي المشكله، دلوقتي مش عارف اقول، انا مكبل دلوقتي، مكبل باسره وزوجه واطفال وشغل وتجاره كبيره، مكبل، مش عارف اتحرك، مش عارف يعني، مش عارف كنت هعمل ايه يعني. بامانه انا بصراحه
كنت هعمل حاجات كتير قوي 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 يعني، بس الظروف والوضع الواحد فهم فيه وعرف وضع صعب جدا 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 جدا. بنحاول احنا نعدي وندوس على كل ده، وبنحاول بنجاهد، بس طبعا طريق كرب فعلا. يا ابويا، هل انت لا تؤمن ان الله يقدر يعني يزيل كل البحار، ما كل الظروف اللي في البيت والعيله والعالم، ما ده بحر؟ هو بيزيل فعلا وبيرتب وبيدبر، بس انا مشكلتي اللي انا مستعجل جدا جدا جدا، مستعجل مش مي 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 مي. مش عاوز ضيع وقت، ما حدش في وقت نضيعه. خايف الوقت يضيع، وخايف العمر يضيع قبل ما نوصل لكامل مسارة قلبه وكامل إرادته وكامل مشيئته. خايف لأن المعطلات كتيرة قوي، كتيرة معطلات عن شغل وتجارة وفلوس ومكاسب، معطلات برضك عن مسؤوليات أسرية برضك، حاجات كتيرة قوي. دي القضية. الوقت احنا المفروض يتعمل في شهر بنعمله في سنة، بيتعمل، واخد بال حضرتك، المفروض بيتعمل في سنة بنعمله في سنين. وبعدين احنا عاوزين نجري، عاوزين نطير، مش نجري نطير. ما خلاص احنا عاوزين، بعد كده فهمنا وعرفنا، طب المفروض نجري بقى، نمشي، مش نمشي نجري، مش نطير. ما خلاص بقى كفاية كده. كفاية يعني، كفاية الوقت اللي راح والعمر اللي راح واللي ضاع، كفاية. هو وعد يقدر يعوض يا ابويا الأيام اللي كلها الجراد، هو يقدر، هو ما هو خالق بيخلق، فهو زي ما خلق من العدم يخلق وقت وظروف وإمكانية وقدرة ونعمة يديها لك، يخلق وبنفس الكيفية كأنك تعرفه من 20 سنة. فهو زي ما خلق من العدم يخلق وقت وظروف وإمكانية وقدرة ونعمة يديها لك، يخلق وبنفس الكيفية كأنك تعرفه من 20 سنة. فهو زي ما خلق من العدم يخلق وقت وظروف وإمكانية وقدرة ونعمة يديها لك، يخلق وبنفس الكيفية كأنك تعرفه من 20 سنة. فطالما انت عندك ايمان بانه خالق يخلق كل شيء واي شيء، هيديلك التعويض. اللهفة دي اللي عندك دي نعمة من الله، اللهفة دي مش من عندك انت. هو بيقول العامل فيكم ان تريدوا، انت قبلت النعمة دي، قبلت انه يعمل فيك، العامل فيه، انت قبلت ان هو انت تفتح له الباب ان يدخل، انت قبلت تشبع منه فشبعت. هي المشكلة ان الناس ما شبعتش، فبتجادل من اجل محشي الكرنب او الطعميه، بتجادل من اجل المكرونه او مجد الناس او الكرامه او البدله او الفلوس او اي حاجه في العالم الفاني، بتجادل من غير ما تطلب حتى تجرب. فما جربتش وما اختبرتش وتجادل على ظلام وعمى. طبعا ده مش عذر،
لأن الإنجيل واضح وضوح الشمس، وتفتح الأصفار في اليوم الأخير ويتفتح سفر الحياة، كل كلمة ما فيش حاجة اسمها نقول لربنا آه أصل أنا ما خدتش بالي من كونه كاملين، أصل اللي حواليا كلهم قالوا كده. ما فيش حاجة اسمها اللي حواليا قالوا، هو قال اسألوا تعطوا، مش قصده اسألوا الناس، اسألوني أنا. فهو الحلقة المفقودة إن الناس ما سألتش وما نوتش وما كانش عندهم النية فما دقتش، فبيضطروا هم طبعا ظلوا جائعين، فظل الشبع الترابي اللي في العالم هو شبعهم، فمش راضين يساوموا ويتركوا التراب للحظات ليجربوا شبع الله. دي الكلمة اللي قالتها للعذراء، العالم كله ساوم بالأبدية من أجل سراب، كل حاجة سراب، حتى العاطفة البشرية سراب. والدليل أن المسيح قال ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة، ما حدش طلب من ربنا أن يفهم، خد الفهم من عقله أو من اللي حواليه. الآيات كتيرة جدا، أنت نفسك قلت لي آه فعلا الآيات كانت بتمر علينا ولا فكرنا فيها. لا 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 لا، مش ما بقول لحضرتك، حضرتك يعني نور كده وضرب في الآيات دي، هي دي اللي يعني هو ده اللي الله، ازاي الكلام ده يعني، ازاي احنا الكلام ده عدى علينا كده، كان بيعدى علينا ازاي يعني، الكلام ده بيعدى علينا ازاي، احنا ما كناش بنفهم، ما فهمناش ازاي، ما كناش بنفهم ازاي الكلام ده، ازاي يعني، ازاي احنا ما فهمناش، ازاي ما عرفناش الكلام ده عدى علينا ازاي. بس نشكر ربنا يعني، بس نشكر ربنا اللي احنا يعني فهمنا وبدأنا نفهم. لو المسيح ظهر لحضرتك دلوقتي، اول حاجه هتطلبها منه ايه، وتاني حاجه وتالت حاجه ورابع حاجه وخامس حاجه؟ ده حاجات كتير قوي بقى، ده احنا حاجات كتير جدا. اول حاجه مش هسيبه يعني، نمر واحد مش هسيبه خلاص، ما عادش ينفع اسيبه ولا ثانيه. اول حاجه يعني هي إيه، وده اهم حاجه عندي، اللي أكون بحسب مسرة قلبه، حسب إرادته، وحسب مشيئته. دي قضيتي، مش عاوز أكتر من كده، مش عاوز أكتر، عاوز أفرح قلبه، عاوز أمجد اسمه، أكرم اسمه، أعلي اسمه، عاوز أكرمه، عاوز أمجده، عاوز أفرحه، عاوز أرضيه، عاوز أكون بحسب يعني بحسب هدفه يعني. هي دي قضيتي بس، مش مهم، مش عاوز حاجة تاني، مش عاوز اي حاجه تاني. اهم حاجه هو، اهم حاجه هو يفرح وهو يرضى، اهم حاجه هو ارادته، هو مشيئته، هو فكره، هو اهم حاجه عندي، هي دي اهم حاجه عندي، مش عاوز اكتر من كده، مش هطلب اكتر من كده. يا انت هتمسك فيه هو مش مهم بعد كده، مش عاوز خلاص نفسي، مش عاوز اي حاجه تانيه، مش مهم اي حاجه تانيه، يا حاجه تاني مش اهم حاجه، هو ارادته، هو يعني مسارته، هو اهم، هو ارادته، هو دي القضيه يعني، هي دي، مفيش حاجه تانيه، مفيش ايه تاني، مفيش حاجه تانيه. هو من كلام المسيح لما قال اطلبوا اولا، قال اولا ملهاش ثانيا، ناس كتير ما خدتش بالها، اولا اللي ملهاش ثانيا، لأنه بديهي لو واحد ملك عليه ربنا بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله بره، طب ما بعد ما يملك عليا وأبقى في الملكوت، أبقى في ملكوت السموات بالظبط، مش هحتاج حاجة. أي حاجة تانية تبقى بالنسبة لك نفاية زبالة ملهاش أي معنى، برافو عليك، مش أي قيمة. لما تطلب ملكوت الله بره أولا، وكل الأشياء التانية بعد كده مش تبقى، مش مهمة، تبقى تزاد ما تزادش، موجودة مش موجودة، مش تبقى ضيقتك، مش تبقى في جدولك أساسه، لأن طالما أنت دقته وحبيته خلاص، طب عاوز إيه تاني؟ طب أنت عاوز إيه؟ ما الدنيا تخلص، تنتهي، ما إحنا ماشيين، وبعدين ما إحنا مش هناخد حاجة، ما إحنا زي ما دخلناها فاضيين نطلع فاضيين، محدش ياخد حاجة، ومفيش حاجة بتشبع منها أصلاً، يعني إحنا جربنا، أنا عن نفسي جربت كل حاجة، مفيش حاجة ما جربتهاش، مفيش حاجة ما عملتهاش، مفيش حاجة شبعتني، مفيش حاجة يعني فرحتني، مفيش حاجة يعني، لو حتى شبع يبقى وقتي، ويرجع الشبع ده بيتحول لجوع أكتر وأكتر وأكتر، يعني ده ما
من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، مش يعطش أيضا، يطلب المزيد، يطلب عاوز أكتر. يعني هو الشبع الحقيقي، وهو الحياة الحقيقية، وهو المتعة الحقيقية، وهو السلام الحقيقي، وهو الأمان والاطمئنان الحقيقي. ما فيش كل حاجة، كل حاجة موجودة جواه، بس احنا نقرب 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 ونمسك فيه أكتر. كل حاجة موجودة جواه، بس احنا نقرب 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 ونمسك فيه أكتر. كل حاجة موجودة جواه، بس احنا نقرب 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 ونمسك فيه أكتر. انت اكتر حاجه حضرتك فتح ربنا ذهنك عليها والاستناره يعني بنعمه ربنا، انا مش عايز اتكلم، كبيره جدا جدا فيك، انك فهمت ان الله صمم الانسان ان يبقى انسان روحاني، ولان الله روح اذن هو فيها تلاقي كل شيء، فاذن مش هتحتاج اي شيء، حتى العاطفه بشريه او شبع جسدي او نفسي، دي انت المسيح نورها لك. هي اتخليت على كل ده فعلا، يعني كل ده، من تركت كل ده، تركت العاطفة البشرية، تركت كل ده، كل ده يعني عشان ربنا جربت، عشان انت شبعت منه. ما هي دي الخطوة اللي حضرتك بنعمة المسيح السنة اللي فاتت والفترة اللي فاتت دي كلها، او السنتين ثلاثة اللي فاتوا، طبعا هو انا ابتديت حضرتك من فترة، انت حضرتك ملاك في ملء، حصل الملء ده خلاك، يعني اصلا ما يقدرش انسان يترك وقدامه حاجات كتير، انت بتقولي مش عارف كام كيلو جمبري بتجيبه معرفش مين، وحاجات غريبة قوي، فما يقدرش حد يترك الأشياء دي إلا لما يشبع، لأنك لو انت كنت جعان ما كنتش هتقدر. في ملء حصل لحضرتك، ملء انت لو جيت لو جيت مصر، شوف الناس، هي أهم حاجة في مصر الأكل الأكل الأكل، فقراء بيأكلوا، أغنياء بيأكلوا، كل حاجة بيأكلوا، وبنعمة ربنا لما تجينا مصر يعني طبعا نشوفها، لكن الـ 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 انت حصل فيه ملء. دي النقطة اللي أتمنى أن حضرتك يعني تقول لإخواتك وأعضاء جسد المسيح إيه في النقطة دي. أقول قربوا شوية، حاولوا تدوقوا شوية، حاولوا تتركوا شوية، عشان يملى الفراغ، مطرح ما انتوا تركتوا فيه في 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 فراغ هو يملاه، واتفرجوا وشوفوا هيحصل معاكم ايه، هتفرحوا قد ايه، هتطمنوا قد ايه، هتعيشوا في سلام قد ايه. لازم يقربوا شويه، يقربوا شويه، يقربوا شويه، هيحسوا بحاجات جميله قوي قوي قوي، خلوهم يدوسوا على حاجات كتير ويسيبوا حاجات كتير. طب وهيقربوا ازاي؟ هيقربوا يعني يدوروا على الحق، يدوروا على الحق ويعرفوا اللي كله هيخلص، كله هينتهي، واحنا وده وقت، ويشوفوا الناس اللي قبل منهم راحوا فين، الناس اللي قبل منهم راحوا فين، يفهموا، يدوروا على الحق، اهم حاجه الحق، تعرفون الحق والحق يحرركم، وهو اصلا جوانا، هو مش بعيد للدرجات دي، هو اصلا جوانا، الروح اللي جوانا دي روحه، يعني مش 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 صعبه ومش بعيد، هو مش صعب ومش بعيد، هو جوانا، احنا خلقته، احنا صنعه ايديه، الروح اللي جوانا دي روحه، نسيب حاجه بسيطه كده، بس نسيب حاجه بسيطه كده ونشوف التغيير اللي يحصل في حياتنا قد ايه، حاجه بسيطه، اي حاجه بسيطه، مجرد اي حاجه بسيطه، نبتدي بس بحاجه بسيطه خالص، نسيب اي حاجه ونشوف هنمتلي قد ايه بيه، هنشوف التعويض هيبقى قد ايه مكان الحاجه اللي احنا سيبناها دي، نشوف التعويض، تعويض كبير جدا 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 جدا.
ما يسويش يخلي الباقي تسيب كل، يخليك بعد كده تسيب كل حاجه، سبت حاجه بسيطه جدا تلاقي نفسك بتسيب كل حاجه، كل حاجه. الحس بس يعني في خطوة أنت حاسس إن هي تبقى من الله ولا من الإنسان؟ هو الله قد كل حاجة وعمل كل حاجة، ربنا مش مقصر في حاجة وما سبناش ومش هيسيبنا، بس إحنا نسيب حاجة بقى. يعني إحنا هو عمل كل حاجة، ربنا مش مقصر في حاجة، وضحك كله وعاوز الناس كلها، عاوز كل خلقته تبقى معاه، ما قصرش في حاجة. احنا اللي مش عاوزين نشوف الحق، مش عاوزين نفهم الدنيا دي سراب وخلصانة وهنمشي هنمشي. دي البداية، اللي نفهم اللي احنا هنا يومين وماشيين، مش احنا مش مخلدين. لو احنا مخلدين ماشي وقالنا حجة، احنا مش مخلدين، ده هما يومين. طب ما تشوف بعد اليومين، تبص اللي بعد الموت ايه، طب شوف بعد الموت في ايه، فكر في اللي بعد الموت مش في اللي قبل الموت. احنا كل مشكله اغلب الناس بتفكر في اللي قبل الموت، مش اللي بعد الموت. هي دي القضيه، فكر في اللي بعد الموت. ده هو الموت، هو الحق الوحيد اللي في حياتنا والحقيقه الوحيده اللي في حياتنا. الناس تفكر حتى بدايه كبدايه، تفكر في اللي بعد الموت مش في اللي قبل الموت. طب وبعدين نقعد نجري 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 ورا ايه؟ وفي الاخر نروح فين؟ في الاخر نروح فين؟ ما نشوف الناس اللي قبلنا راحوا فين؟ وعملوا ايه؟ وخدوا ايه؟ ووصلوا لايه؟ نفكر في اللي بعد الموت شويه، نفكر شويه. مش كل تفكيرنا في اليومين اللي احنا عايشينهم، ناكل ايه؟ ونشرب ايه؟ ونلبس ايه؟ ونحوش ايه؟ وبعدين ونتفسح فين ونخرج فين ونروح ناكل ايه طب وبعدين؟ طب وده ده ده الحاجات دي، ده يعني ما هو ايه فرق بيننا وبين الانسان وبين الحيوان لو هو يعيش بالوضعيه دي؟ الحيوان بيقوم بياكل وبيشرب وبيتجوز وبينام، طب ايه الفرق بينك وبين الحيوان لو انت هتعيش بالعقليه دي وبالمنطق ده؟ طب ايه الفرق بين الانسان وبين الحيوان؟ اي حيوان ايه الفرق؟ ما هو اللي بيعمله الحيوان انت بتعمله، واللي انت بتعمله الحيوان بيعمله، ايه الفرق؟ ايه الجديد؟ ايه الاضافه اللي انت عملتها؟ ما هو الحيوان بياكل بيشرب يتجوز، طب انت بتاكل بتشرب بتتجوز، طب وبعدين؟ طب لغايه امتى؟ ماشي، طب لغايه امتى؟ بتاكل بتشرب بتتجوز، طب ماشي لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ تبقى على طول على طول، وبعدين؟ لغاية امتى؟ امتى؟ طب وبعدين؟ يعني كنا وشربنا واتجوزنا، كنا وشربنا واتجوزنا، كنا وشربنا، طب ماشي وبعدين؟ لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ وبعدين؟ وهناخد ايه؟ طب احنا كنا وشربنا واتجوزنا، شبعنا؟ ما شبعناش، ما دي القضية، ما شبعنا؟ ما شبعنا برضك، الجوع بيتحول لجوع أكتر وأقوى. طب وبعدين نفضل جعانين كده ومنقضين كده وبعدين نقعد منقضين كده بالجسد والدنيا والحياه كده لغايه امتى؟ يعني انقضنا مره او اتنين وثلاثه وبقى خلاص كفايه، كفايه ستوب بقى، كفايه في خط احمر، كفايه كده خلاص، تمام خلاص، كنا وشربنا كوزنا خلاص، مره واتنين وثلاثه واربعه وعشره، خلاص الموضوع انتهى، في خط خلاص، في فهم بعد كده. معنى كده احنا عملنا ايه؟ الحيوان ما عملوش، الحيوان بيقوم ياكل وبيشرب يتجوز، ايه الفرق بيننا وبينه بقى؟ ده كده بقى يعني كده ما فيش فرق، الوضع ده ما فيش فرق. ايه الفرق؟ بنعمل ايه الحيوان ما عملوش؟ بنعمل ايه؟ ما هي نفس عيشه، ده وضع يعني، ده حتى بالعقل وبالمنطق. ده كلام مش يعني غير منطقي، حتى غير عقلاني. بس
هو يا ابويا انت بتقولي الكلام ده لانك انت استنارت. دي مش محتاجة، معلش مش محتاجة الإنسان يكون ذكي، يعني مش محتاجة يكون إنسان ذكي جدا يعني عشان يوصل، دي مش محتاجة ذكاء، محتاجة بس محتاجة ذكاء خالص نهائي يعني. طب فين، يعني بلاش العقل، فين الضمير؟ بلاش المنطق والعقل، فين الضمير؟ فين الضمير اللي يقبل بكده؟ يعني ده ضمير يقبل بكده؟ ده ضمير يقبل بالوضع ده؟ ده وضع ضمير يقبله يسمح؟ يعني ده ضمير يقبل، فين الضمير اللي يقبل بكده يعني؟ أفرع على العقل والمنطق، طب الضمير فين؟ روح ربنا فين؟ اللي جوانا فين؟ مش واضح، ما ينفعش يستمر. ويستمر لغاية امتى؟ يستمر يوم اتنين تلاتة، سنة اتنين تلاتة، ويستمر لغاية امتى؟ خالص يعني، مش محتاج حاجة، مش محتاج يعني، عملية بسيطة بس أوي 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 يعني. ويا ابويا الله معنا معنا، بس الله معانا كلنا، الله مع كل إنسان على وجه الأرض، بس هو الإنسان يفتش يدور يبحث، هو مش بعيد، عشان مش هو مش بعيد، هو اصلا جوانا كلنا، بس نوسع له شويه، نفتح له شويه كده يعني، نفتح له شويه، نوسع له شويه كده، نسيب شويه، نصوم شويه كده يعني، نسيب حاجه، نترك حاجه، نسيب حاجه كده يعني، مش بعيد، هو مش بعيد، هو جوانا، بس احنا نوسع له، نفتح له، نضحي بحاجة من أجله، نحكي حاجة، نضحي بحاجة، ده في حالة إن إحنا شفنا إن هو يستاهل يا أبويا. يستاهل، ماشي بلاش هو يستاهل، طب إيه اللي يستاهل؟ طب إيه اللي يستاهل؟ طب إيه اللي في الدنيا يستاهل؟ ما إحنا كده كده ماشيين، ما إحنا كده كده هنسيبها ونمشي، مفيش وبعدين الوقت قليل، مفيش وقت يعني، ما نسيبها ونمشي، نسيبها ونمشي ونبص بس قبل منها راحوا فين؟ طب ايه اللي في الدنيا يستاهل؟ طب ما الفلوس نسيبها ونمشي، الزوجه والاولاد نسيبهم ونمشي، طب طب في ايه تاني؟ الاكل والشرب طب ما احنا ياما اكلنا وياما اكلت مره واثنين وثلاثه وعشره وعشره، طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ ما تبصتش انت بقى وبعدين؟ مش عاوزين نكون زي القطيع اللي بيدور في فلك رئيس العالم، مش عاوزين نبقى زيه، مش قطيع يعني، قطيع بيدور في فلك العالم وفلك رئيس العالم، ما ينفعش، ما ينفعش، ده وضع، وده وضع طبيعي يعني، ده وضع طبيعي، وده وضع هو ما يستاهلش. طيب ايه اللي يستاهل؟ هو ما يستاهل، ماشي، ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل؟ يعني اتجوزت مره واثنين وثلاثه، وكلت مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وسنه واثنين وثلاثه، طب وبعدين؟ طب هل انت وصلت لايه؟ ما وصلتش لحاجه، شبعت؟ ما شبعتش، ولو شبعت ماشي، ما شبعتش، ما انت بقى بيتحول لجوع اكتر، وبيتحول لعبوديه اكتر، وبيتحول لذل اكتر، بيتحول لمهانه اكتر. موضوع بسيط قوي 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 يعني، يعني مش محتاج ذكاء، مش محتاج الانسان يكون ذكي عشان يوصل، موضوع بسيط. لا يا ابويا، بسيط وواضح للي عنده عيون، بسيط وواضح للي عنده عيون، بس مش عارف اقول لك ايه يعني، هو موضوع مش شايف ده. طب ما الموت جاي، جاي، ما احنا هنموت، الموت جاي، الموت جاي، ممكن يجي، ممكن يجي في اي وقت، طب انت هيجي، طب وبعدين؟ وبعد الموت هتعمل ايه؟ ما تفكر في اللي بعد الموت، لا تفكر في اللي بعد الموت، في ايه؟ ما تشوف، دور.
بعدين يعني انت عملت حاجه مره واثنين وثلاثه واربعه، خلاص خلاص كفايه، وقف خلاص. جربت مره واثنين وثلاثه واربعه، طب وبعد ايه؟ الله شوف حاجه تانية، حتى شوف حاجه تانية، فكر في حاجه تانية، اهتم بحاجه تانية. مش واضح يعني، مش محتاجه يعني. هو الموضوع بناء مركب، لازم يطلب الأول النور، وبعد ما يطلب النور الله هيخليه يشوف بعيونه. قبل ما يشوف بعيونه أنت بتحكي لواحد أعمى، وبتحكي لواحد مش زي واحد من الفضاء. مهما مثلا جالك حد من الفضاء وحكالك يقولك في الكوكب الفلاني لو رحت الحتة الفلانية هتقوله بس ما تكملش، أنا مش فاهم أنت بتقول إيه. فالحقيقة زي مثلا ناس من 10,000 سنة لو اتولدوا في جنوب أفريقيا تقوله التلج والإسنو هو مش فاهم. بس معلش يعني دي مش محتاجة فيه يعني. هو ما شوفش حد بيموت قدامه قبل كده؟ ما فيش حد من 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 أهله مات؟ وما فيش حد من صحابه مات؟ ما فيش حد من البلد وشاف اللي الموضوع منتهي والموضوع فاشل اصلا ملوش اي معنى والدنيا فاشله اصلا؟ الموضوع منتهي والموضوع فاشل اصلا ملوش اي معنى والدنيا فاشله اصلا؟ الموضوع منتهي والموضوع فاشل اصلا ملوش اي معنى والدنيا فاشله اصلا؟ ملاش ما شافش، ما فيش حد يعني، ما فيش حد خالص مات قدام منه؟ ما فيش حد صاحبه قريبه أخوه اي حد مش حد في البلد يعني؟ ده مين مين مش يعني دي مش عارف يعني. مش محتاج اللي انت تبدا تاخد خطوه تانية او تغير فكرك، تغير منهج حياتك، تغير تفكيرك، تغير اهتماماتك، تبدل اهتماماتك المدة أكبر 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 موعظة لأي إنسان. الموت طبعا بس بيأثر في الناس أيام وبيرجعوا تاني. طب هو ربنا بقى يعمل أكتر من كده إيه بقى يعني؟ لا ما أنت بلا عذر، ماذا يصنع للقرن وأنا لم أصنع له؟ لا مفيش عذر. حتى أيامنا على الأرض بسيطة يعني. إيه 60-70 سنة؟ طب إيه يعني ميكس ماميا؟ إيه يعني؟ طب أكتر من كده ربنا يعمل إيه يعني؟ ربنا هيعمل أكتر من كده إيه عشان الناس تفهم، عشان الناس تعرف اللي كله خلصان وده وقت قليل، وقت بسيط، ومش مستاهل كل الجري ده، ومش مستاهل كل الاهتمام ده. طب ربنا هيعمل أكتر من كده إيه؟ أكتر من كده إيه؟ يأثر عمرنا أكتر من كده إيه؟ يأثر أكتر من كده إيه؟ عشان نفهم اللي كله خلصان وكله هينتهي وكله باطل وكله كقبض الريح ولا منفع تحت الشمس. طب أكتر من كده ربنا هيعمل إيه بس؟ يعني يعمل أكتر من اللي هو عمله إيه؟ لا طبعا مفيش عذر للإنسان ما فهمش لأنه ما سألش، ومفيش عذر إن الإنسان ما سألش وما فهمش وما دقش وما تركش ما مشيش. ما فيش عذر الواحد مش فاهم اصلا الهدف ده، مش عذر. كل الناس اللي في فوق في السماء بغض النظر عن اماكنهم بيندموا ندم لو الناس بس عطت فرصة لنفسها تفكر قد ايه يتمنوا يرجعوا تاني، يعيدوا النظر، يتأملوا. هو قال تأملوا مثلا زنبق الحق، لا الناس سألت ولا تأملت، كل الناس فوق تتمنى تتأمل تاني، يديها ربنا فرصة تتأمل، تفكر، تطلب. كل الناس اللي في السماء باختلاف أماكنها
تتمنى تنزل تطلب من الله يفتح ذهنها. هي أكيد هتقول في مخها لو قعدنا 100 سنة نصرخ يستاهل ويستاهل ويستاهل. هي بقى لما سابت العالم قدرت. اللي في العالم هي المشكلة مش مقدرين، اللي في العالم مشكلتهم مش مقدرين، لا فهم الهدف ولا الله نفسه. خدوا معلوماتهم من نفسهم، شايفين انه ماشيين صح، مرايتهم المراية بتاعتهم كانت الناس. يعني شوف أخنوخ، العالم كله في أيامه ما كانش في حد بيعبد الله، لكن مرايته كان الله بس. طلب من الله يفتح عينه، الناس ما طلبتش، شافت بعضها بعضا محشي ومش عارف ايه واهتمامات دنيا وما فيش نمو. المسيح قال كونوا كاملين، مش عايزين يسمعوا، فما فيش عذر لان هم ما طلبوش، ما فهموش، ما ألحوش، حتى ما عطوش فرصة لله يكون الله، يكون هو رأسهم، يكون هو فعلا إلههم، ما سألوش، فما فيش عذر. فهو النصيحة اللي أكيد أنت حضرتك، أنا هختصرها في كلمتين، إن كل واحد يطلب ويطلب ويطلب ويلح من الله يقول له أكد لي هل أنا ماشي صح ولا لا، هل أنت شايف هو ده الطلب؟ مش ده أهم طلب لأي حد في العالم؟ ويطلب يطلب يسأل ويقرأ على باب قلبه ويقول له اجعلني، اجعلني حسب إرادتك، اجعلني، أكد لي حتى اجعلني. الأول طب أكد لي الأول، يعني يقول له أكد لي أنا ماشي صح ولا لا، بس هل ده صعب؟ ويجعله كمان، يعني احنا مش نقدر نعمل حاجة من نفسنا، مش نقدر نمشي الطريق من نفسنا، أو مش نقدر نوصل للطريق حتى من نفسنا. هو ياخدنا، هو يجعلنا بحسب إرادته، يعني بحسب مشيئته، هو نفسه ما يسيبناش، يعيننا، يساعدنا، نطلب منه، نطلب منه اللي هو يجعلنا بحسب مسارة قلبه. وهو قادر، إن هو قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. هو قادر، هو قادر، هو قادر، هو قادر، هو قادر على كل شيء. أكيد أكيد قادر. هل في حضرتك الوقت حاجة، يعني مشاكل تانية في الحياة غير اللي انت حكيتها؟ هل في مشاكل غير الناس اللي حواليك كده؟ هي في مشاكل من جوه لسه، الطبيعة الفاسدة، الطبيعة الحيوانية لسه ما ماتتش الإماتة الكاملة، عشان الكلام سد، لسه 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 المشروع طويل، لسه لسه في كتير، لسه في كتير كتير، لسه الطبيعة السقطة الفاسدة الحيوانية، الطبيعة البهيمية لسه لسه برضك موجودة، موجودة ما ماتتش إماتة كاملة. احنا بنحاول نوصل لكامل إرادة الله، كامل مشيئة الله، بنحاول، بس لسه برضك لسه المشوار، الطريق القرب لسه فيه كتير، الجهاد لسه فيه جهاد أكتر وأقوى، بس المعطلات طبعا عشان احنا عايشين في ظروف معينة ووضعية معينة، بيبقى المعطلات كتيرة قوي، العطلة بتبقى كبيرة وكتيرة قوي، بس لسه قوات المسيح، قواتك، قوته، هو هنوصل. الموضوع مش صعب، صدقني الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا جدا جدا، بس عاوز جهاد، عاوز جهاد كتير، عاوز تعب. انت حاسس ان الموضوع طويل قوي، وانت اللي حققته قليل جدا بالنسبة للي مفروض يتحقق. حاسس ان انا ما حققتش حاجة، دي مشكلة، مهما يعني، مش عاوز، مش عارف اقول لك، يعني ما يعني ساعات بتيجي عليا وقت ما اكلش الا لما ادوخ واصدع وخلاص اقع، يعني بتيجي عليا وقت من طبعا، بس برضك ما حاسس، لما برضك لسه في كتير، ما عملتش حاجه، لسه ما عملت، ما برضك ما عملتش حاجه، يعني ساعات بيجي عليا وقت كتير قوي ما احطش حاجه في بوقي الا لما اكون خلاص بقى، يعني
بدأت يعني خلاص، يعني بدأت خلاص أفصل خالص خالص طبعا، من لأن برضك من شغلي، شغل ذهني برضك كتير وكده، وبرضك كلام طبعا بياخد طاقة، بياخد مجهود طبعا، ما فيش الواحد بيفصل برضك، باجي في وقت بفصل ما بقدرش يعني بفصل خالص يعني، فهو ده يعني. وبرضك بحس ان انا ما عملتش حاجة، انما لسه كتير، لسه عاوز كتير، لسه في كتير يتعمل يعني. دايما حاسس بنقص. ما حاسس بنقص كبير قوي 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 قوي، حاسس ان برضك ما عملتش حاجه مهما اعمل، ومهما برضك حاسس ما عملتش حاجه، عاوز كتير، عاوز اكتر، لسه ما وصلتش، ما مش عارف ده استحقني ولا مش عارف ده ايه ده، مش عارف، ما اعرفش، انا مهما اعمل بقول لحضرتك ما يعني مش ما باكلش الا لما مثلا لما خلاص يعني يعتبر شبه خلاص يعني، ما هاتش طبعا، بحاول الحق نفسي باي حاجه، اي حاجه اي حاجه اي حاجه توقفني بس على حيلي تاني، او ترجع لي ذهني تاني او كده، او بحاول يعني. وبرضك ما برضك لسه في كتير كتير يتعمل وما بيتعملش، لسه في طبيعه برضك فاسده وسقطه، برضك لسه في طبيعه حيوانيه بهيميه، لسه المشوار طويل، مشوار طويل، ما كانش هو يعني يشيلنا شيل، يشيلنا هو يشيلنا شيل يعني، مش هو قادر، قادر قادر يغير الوين أو أكيد يا أبويا، أكيد قادر، قادر يكمل، هو قادر يكمل، مش احنا هنكمل، احنا مش هنقدر نعمل حاجة من غيره، مش هو قادر ياخدنا في حضنه ويمشي بينا، يمشي بينا لإرادته، لمشيئته، لمسرة قلبه، لفرح قلبه يعني، هو قادر، قادر قادر ما يسيبناش، احنا مش قادرين نمسك فيه، هو قادر يمسك فينا، أضعف من يعني احنا ضعاف مش قادرين نمسك فيه، هو قادر يمسك فينا، هو احنا مش قادرين يعني، احنا ممكن، هو قادر ما يسيبناش، احنا ممكن نسيبه، هو يمسك فينا، لو احنا سيبناه هو يمسكنا، هو ما يسيبناش يعني، هو كله في الكل، هو اللي قادر، هو كل حاجة، احنا مش نقدر نعمل حاجة لوحدنا كده من نفسنا، مش نقدر نعمل حاجة، مش نقدر نوصل لأي حاجة، صحيح هو اللي هيوصلنا، وهو اللي هيمشينا، وهو اللي هو كل هو يقدر يعمل كل حاجة، انا واثق في كده، انا واثق اللي هو، بس احنا بس نساعده، احنا مش هو اللي يساعدنا، احنا اللي نساعده اللي هو يوصلنا، احنا نساعده اللي هو يوصلنا، نساعده اللي احنا نتعب شويه، نبذل شويه، نجاهد شويه، نبتدي نترك شويه، نسيب شويه، نضحي شويه، نجاهد شويه كده، وهو يكمل وهو كله بصلواتك سناني، كله بصلواتك، اذكرني في صلواتك، صلواتك حبيبي، صلوات العذراء أم النور وكل القديسين. أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي، طبعا أتمنى أشوفك أقرب وقت، وربنا هو اللي يرتب يا أبويا، طبعا أنت عارف إن أنا أتمنى أشوفك، الله يرتب تيجي مصر وأشوفك ونقعد مع بعض، وأتمنى إن العالم كله يتفتح ذهنه زي ما حضرتك اتفتح ذهنك، إن القداسة بدونها لا يعين أحد الرب، وهذه إرادة الله قداستكم، مش رهبانتكم أو والطريق القرب والباب الضيق والإنجيل كله وحياة المسيح كما سلك، مش مرهونة على فئة معينة، بالعكس الدليل
في القرن الرابع والخامس أنبا مقار المسيح قال له ما وصلتش للمرأتين اللي في المدينة متزوجتين. أنبا أنطونيوس المسيح قال له إن في إسكافي وطبيب في اسكندرية أنت ما وصلتلهوش. من أيام البشرية، من أيام أخنوخ لغاية يوم القيامة، بيأكد ربنا إن هو أمس واليوم للأبد، وإن الطريق للكل. خلق كل إنسان في أي زمان وأي مكان لنفس الهدف، يبقى صورة ليه ومثاله، ملوش علاقة. عشان أنا في البرية إذا همشي طريق قرب، لو في العالم لازم هضطر أعيش مثل العالم. بالعكس الإنجيل ما قالش كده، الإنجيل قال تستعملوا العالم بس العالم ما يستعملكمش. وإن كنا مش قادرين والزوابع والبحار والمحيطات صعبة، الله وعد يفتح في البحر. أنت حضرتك فتح لك طريق لأنك أنت طلبت، وهو وفى بوعده، وهو وفى بوعده. أنت سألت، أنت دقت، أنت طلبت، يتحط طين على عينيك، فشفت بنفسك بعيون الله إن الأكل والعالم والغنى مع كل اللي ربنا باسم الصليب طبعا مديه لحضرتك، اتأكدت لما دقت بس إنه نفاية ومش هيوصلك لحاجة زي ما أنت قلت، والأيام هتعدي والأبدية تستاهل وتستاهل 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 كل شيء. هو شخص وذاته هو كل حاجه، الابديه ما تهمناش، هو اللي يهمنا، ارادته هي اللي تهمنا، مسارته هي اللي تهمنا، الابديه تحكي مش ابديه. يعني انا بتكلم عن نفسي، معلش انا اسف، انا بتكلم عن انا ما يهمنيش ابديه، وما يهمنيش اعيش حياه ابديه، وما يهمنيش الابديه دي من اساسه، انا يهمني هو نفسه. هو قلبه هو ربط، هو مش من الحق، الحق للحق مش الحق للأبدية. معلش الصياني، يعني انا قطعت كلامك يعني، بس يعني هي القضيه مش الابديه، القضيه هو رد ومسره قلبه، هي ده قضيتنا، قضيتنا الحق، الحق للحق مش الحق للابديه. بس معلش انا قطعت كلامك، بس يعني انا بحب اوضح الحته دي بالنسبه لهم مهمه جدا جدا جدا. احنا بنعبده لشخصه ولذاته، بنعبد الحق للحق، مش بنعبد الحق عشان يدينا حياه ابديه، مش يدينا مش يمناش في ولا فيش أبدية، مش حاجة قصر حاجة. لا احنا مش نتبعه عشان الحلقة أبدية، لا احنا نتبعه من قبل ما هو، من قبل الحق والحق بس. معلش قطعت كلامك، معلش انا اسف، بس المهم النقطه دي مهمه جدا بالنسبه لي جدا 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 جدا. لا يا ابويا لا، هو القضيه، هو ذاته، هو الحكايه كلها، هي القصه كلها. مش احنا ما يهمناش ابديه، مش يعني ابديه، يعني مش ابديه، هي يعني يهمنا هو، ونكون معاه، نكون معاه فين مش مهم، معاه في اي مكان، بس نكون معاه. لو في النار نكون معاه، لو في حرف النار نكون معاه، في اي مكان، ما يهمناش المكان. المكان ده مش، احنا مش عبد مكان، احنا مش عبيد المكان، مش عبيد لمكان معين او وضع معين او وضعيه، لا، العبيد دي هو لشخص وذاته هو. احنا بنعبده هو، مش بنعبد الابديه، ولا بنعبد المكان، ولا بنعبد السماء، ولا بنعبد، مناش الكلام ده، مهمناش، ما نشغلش بيه وما نفكرش فيه من اساسه. احنا يهمنا هو شخصه وذاته هو، مش بنبذل كل ده او بنضحي كل ده من اجل ابديه او من اجل مكانه معينه في السماء، لا، احنا بنبذل كل ده عشان احنا عاوزين نفرحه، عاوزين نرضيه، عاوزين نكرمه، عاوزين نمجد اسمه، نكرم اسمه، نصور قلبه، بس ايوه، كل ده من اجله هو، في حاجة بنعملها أو بنتركها أو بنضحي بيها من أجله هو، مش من أجل أي حاجة تانية.
عموما حبيبي أنا بشكر حضرتك جدا، ولا تعبك وسهرك يكفي اللي الكتاب قال لي الحياة هي المسيح. أنت فهمت معنى كلمة الحياة هي المسيح، مش وسيلة، إن المسيح وسيلة زي أغلبية الناس أو زي ما فهم الناس إن هو وسيلة يحقق لنا حاجاتنا ودنيتنا. لا، هو كل حياتنا، كل حاجة حياتنا، هو حياتنا، هو شخص، هو حياتنا، الحق هو حياتنا، الحق هو حياتنا، صحيح بس يا حبيبي. ونصار صلوات الله عليه. معرفته من أساسه معرفة ما تنتهاش، حتى لو قعدنا قد إيه من إحنا جت في عمرنا ما نستاهلش مجرد إن إحنا ننطق اسمه على الله حتى نعرفه. إحنا إيه؟ إحنا كلنا على بعضنا إيه؟ كلنا على بعضنا ايه؟ ولا حاجه، واحنا ايه؟ ولا حاجه. ما نستاهلش مجرد المعرفه، ما نستاهلش حتى ننبق قسط على لساننا. احنا ايه يعني؟ احنا شويه تراب كلنا على بعضنا كده، كلنا الناس اللي في السماء ولا في الارض كلنا شويه تراب. احنا ايه يعني؟ شويه تراب ولا حاجه. مجرد معرفته، مش ان احنا نعرفه ونتكلم معاه ويتكلمنا ونحبه ويحبنا ونقطع العلاقه بيه. ده حلم، ده حلم، حلم ما نستاهلش نحلمه حتى. صحيح يا ابويا، هو حلم، هو المسيح حلم فعلا، لكن للاسف اللي قدر ان هو يستحق ان انا احلم وافكر وانشغل 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 بيه، لان هو كل حاجه والابديه. فهو اللي فهم واتفتح ذهنه ان هو كل شيء هيشعر ان هو حلم، لكن بالنسبه للناس تانية الحلم هو الغنى والعالم والاكل والشرب. انت بتقول كده عشان طلبته واتفتح ذهنك حبيبي. انا بيصعب عليا صدقني الناس دي، بيصعب عليا اي انسان مش مع المسيح، مش على علاقه بيه. بيصعب عليا ايه؟ بيصعب عليا الناس كلها، بيصعب عليا جدا 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 الناس دي. ازاي؟ طب ازاي؟ طب ليه؟ طب عشان ايه؟ طب من اجل ايه؟ هعمل ايه؟ بصلي من اجلهم صدقني، بصلي من اجل كل انسان على الارض، بصلي من اجل اصحابه وحبايبه ومعارفه، بصلي من الناس، من اجل كل الناس المحيطين بيا، من اجل كل شعب، بصلي. ما لا املك غير الصلاه، لا املك غير الصلاه، لا املك غير الصلاه. ده اللي هعمل ايه اكتر من كده؟ امين يا حبيبي، امين. أنا متشكر يا أبويا، وأقول لك تصبح على خير، وعطلتك وكتر ألف خيرك، وإن شاء الله أشوفك على خير ونكمل مرة تاني ومش هنبطل. ويا رب الكل يعيش حياة القداسة والكمال ويتفتح ذهنه زي ما اتفتح ذهنك. كتب صلواتك، صلوات أم النور يا حبيبي، وأنت كمان صلي لي. سلام يا أبويا، سلام. ويا رب الكل يعيش حياة القداسة والكمال ويتفتح ذهنه زي ما اتفتح ذهنك. ويا رب الكل يعيش حياة القداسة والكمال ويتفتح ذهنه زي ما اتفتح ذهنك.